مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. اليوم ظهرت دراسة جديدة تقول أن الهواء ينقل فيروس كورونا، وأن الفيروس يبقى حي ومعدي في الرذاذ المتطاير بالهواء لعدة ساعات وعلى الأسطح لعدة أيام. هذا الخبر اللي نشر اليوم أثار ردود فعل واسعة وذعر بين الناس. وعشان استوضح أكثر حقيقة الخبر المنشور اليوم، هل هو دقيق أم غير دقيق، ورحب بضيوفي من المملكة العربية السعودية الدكتور نزار باهبري، استشاري أمراض معدية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، ومن الكويت الأستاذ الدكتور محمد جمال، أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة الكويت. مساء الخير. مساء النور. حياكم الله. أبدأ في البداية مع الدكتور محمد جمال. دكتور محمد جمال، إذا ممكن تلخص لنا أولا الخبر اليوم اللي نشر عن انتقال فيروس كورونا في الهواء، واللي انقلته أيضا وكالة رويترز. طبعا في مسألتين صدروا بالأمس. أول شيء كان في كلام منظمة الصحة العالمية إنها تحاول أن تحمي الأطباء من مسألة إن قد يكون نقل الفيروس المستجد على الهواء، ولكن بالليل نشرت مجلة مهمة وهي مجلة New England Journal of Medicine عن رسالة. في الرسالة هي بحث، يقول الباحثين أن الفيروس يظل في الأيروسول لمدة تقريبا 3 ساعات. البعض فسرها غلط، أيروسول لا تعني الهواء، الهواء بالإنجليزي الأيربورن، الأيروسول هو شيء أقل من الرذاذ. كذلك من المهم أن نستوعب أن كانت تجربة ومختبرية، وكان هناك مثل جهاز أو أسطوانة تقوم بالسيركليشن حق الفيروس في الانفايرمنت أو البيئة اللي كانت يتم فيها دراسة هذا الفيروس. فلا يعني، باختصار لا يعني ما تم ذكره في الرسالة أن الفيروس يظل في الهواء على الإطلاق. فلما تقولي إن هي تجربة دكتور محمد، فهي تجربة حتى الآن هي غير معتمدة. هي تجربة في المختبر، وكذلك التجربة لم تقل أو لم تستنتج الرسالة أو البحث أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، بل قالت أنه يظل عن طريق الأيروسول. الأيروسول هو نوع من أنواع الرذاذ، أقل في الحجم من الرذاذ. الرذاذ بالإنجليزي دروبلت، الأيروسول أصغر حجما من الرذاذ ويظل في نفس مكانه. طيب، ولا يعني أنه يستطيع الانتقال بهذه الطريقة، ولكن عن طريق التجربة وجدوا أنه يظل الأيروسول يظل لمدة الفيروس يظل في الأيروسول لمدة 3 ساعات. ذلك لا يعني أنه ينتقل عن طريق الهواء. طيب، راح استوضح أكثر بعد شوي إن شاء الله في سياق الكلام، لكن انتقل للدكتور نزار. دكتور نزار، هل فعلا الفيروس ينتقل عبر الهواء؟ بكل بساطة، يعني خلينا كمان أؤكد على كلام الدكتور محمد، يعني أزود فيها. بكل بساطة إحنا عندنا أشخاص، أي شخص ممكن إنه يجي، إحنا نحتاج منه عينات، يقول والله أنا ما عندي أي رذاذ أخرجه، نقوم إحنا نعطيله حاجة كذا بخار قوي يخليه يكح، فإحنا نستفز الكحة نخرج منها رذاذ أكثر. هذا اللي هم كانوا بيسووه، بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يشوفوا قد إيش ممكن إنه يخرج رذاذ. فبأكد على كلمة الدكتور محمد الله يعطيه العافية، هذا لم يكن هواء،
هذا كان تجربة في معمل يحاولوا يخرجوا الهواء، فبالتالي يخرج لهم أشياء أكبر أصغر من الرذاذ ولكنها ظلت عالقة، ففضلوا يأخذوا عينات من الهواء، يأخذوا عينات من الهواء يشوفوا إنها جالسة لمدة 3 ساعات، بس نبغى نأكد هذا ما هو هواء بيوت، هذا ما هو هواء مستشفيات، هذا ما هو هواء الشارع، هذا هواء في مختبر كانوا يحفزوا الجسم علشان يخرج هذا الموضوع. فبالتالي هي تجربة، بس إحنا لازم نبين بكل بساطة. جيد، هذا توضيح مهم جدا دكتور نزار. ساير هذا، كل وكالات الأنباء لازم تتكلم عن الكورونا، يعني كل التلفزيونات والأشياء تتكلم عن الكورونا. حديث الساعة. كل يوم لما يصير الموضوع ممل يدوروا على أي أحد سوى أي بحث، إن شاء الله 4 أشخاص كذا استخدموا حبة الزيتون في إيقاف الليمون وخلطوه مع بعض وقالوا يمكن هذا يكون مع الكورونا، فوكالات الأنباء تدور على أي شيء، واللي يكونوا مثلا عندهم هلع كبير يقوموا يحسبوا أنه هذا خبر جديد. فكل وكالات دكتور نزار بالمناسبة يعني اليوم بالفعل يعني إذا تكلم عن الكويت يعني اليوم بعد يعني نشر هذا الخبر اليوم صارت حالة ذعر، انتشر الخبر كالنار في الهشيم في الواتسابات في المسجات في السوشيال ميديا أن احذروا من الهواء لأن في كورونا. طيب أنا عندي لك رسالة جديدة. تفضل. الرسالة اللي نبغى نقولها في الواتساب بكل بساطة، أهل الكويت الله يعطيهم العافية، أهلي بيسووا شيء ممتاز هذه الأيام وجالسين في بيوتهم، ولا فإذا كنت زعلت وعندك ملل ما أنت عارف ترسل إيش، لا ترسل حاجة تخوف الناس، أرسل إن نقول أنا في بيتي أحترم بلدي وأحميكم كلكم أحسن لكم من كل هذه الأشياء. حقيقة إحنا نحتاج ناس يرفعوا معنوياتنا، الكل جالس في البيت، الكل يقول إن شاء الله هذه تغمى وتروح، الأعداد الحمد لله متحكم فيها في كل مناطق الخليج، خلينا نكون فرحانين، بلاش نجيب شيء يحسب الناس يفتحوا باب بيتهم يهجم عليهم الهواء بالكورونا، هذا كلام ما له داعي. جيد. ثانيا لازم يأخذوا من المناصب والمصادر الموثقة، لا منظمة الصحة العالمية غيرت وقالت للناس، قالت لهم إذا أنتوا كممارس صحي شخص بتحاول تدخل أنبوب مثلا في واحد تعبان جدا وعنده كوفيد 19، أو إذا أنت بتحاول تستفز بالبخار شيء يخرج منه رذاذ بشكل كبير عشان تبقى تأخذ عينات، يصير أنت فقط كممارس صحي تلبس هذا الشيء. طيب. أما إننا نحسب إننا نفتح الشباك يقوم يهجم علينا الفيروس، نتذكر هذا الكلام ما يصير. طيب. يكون المسافة أقل من متر، ولازم يكون في حميمية، ما أحد يتوقع إنه الفيروس قاعد يدور كيف يهجمنا. طيب أرجع للدكتور محمد جمال. دكتور محمد جمال اليوم إذا تابعت الأخبار في الكويت، النائبة الفاضلة صفاء الهاشم انقلت عن وزير الصحة اليوم أن فيروس كورونا، هذا النص، أن فيروس كورونا وكما أكدت منظمة الصحة العالمية ينتقل بالهواء. هذا الكلام أنت الحين لأفهمه من كلامك اللي قبل شوية وكلام الدكتور نزار أن لا نستطيع أخذ هذا الكلام على إطلاقه، الموضوع مرتبط بما ذكر الدكتور نزار قبل قليل أن هي حالات خاصة يتم استخراج الهواء من المريض، عدل؟ نعم، وأنه للممارس الصحي فقط اللي يكون قريب جدا من المريض. نبغى نأكد ما حد يأخذ الخبر كذا ويكون هو ما هو عارف قيمته العلمية ويعممه. لم تقل منظمة الصحة العالمية إنه لجميع البشر، قالت للأشخاص، ومع كذا كانت التوصيات إلى قبل ساعة من منظمة الصحة العالمية من الكويتية ومن السعودية لم يغيروا أي شيء في توصياتهم. لازم الكل، معليش أنا آسف إني أتدخل، لكن لازم الكل يعلم إنه الحمد لله أوطاننا مليانة خبرات جدا جيدة وبنتابع كل شيء، واللي بينتبه لهم هذول أهلنا، فبالتالي لو كان هذا في الهواء كنا إحنا أول ناس المفروض نقول، ما هم نائب، ما هم صحافة، ما هم أخبار، الأطباء كان أول ناس حيقول، لأنه حمايتهم مسؤوليتهم. طيب. أمام الله. طيب. فبالتالي هم عليهم إنهم يهدوا.
طيب. ما في احد غير مننا شيء. خل انتقل. طيب انتقل ايضا للدكتور محمد جمال. سؤالك استاذ عمار، انا كان بس كان سؤالي بس تعليقك على ال- 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 التصريح اللي نقلته النائب الفاضل صفاء الهاشم عن وزير الصحه اليوم، لكن هو الدكتور نزار اجاب على السؤال، فانا راح استفيد من دامك معي دكتور محمد. خلني انتقل الى السؤال الاخر. اليوم دخلنا على موقع منظمة الصحة العالمية. أنا أنقل لك دكتور محمد هذا الكلام اللي منشور اليوم على الموقع، أنه تشير الدراسات التي أجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء. إذا تقدر بشكل مبسط ترجم لنا وتوضح لنا هذا الكلام. يعني الدكتور نزار عطى كلام مهم في هذا الموضوع، وابي اثني على السؤال الاول، ان وزاره الصحه تقوم بنشر كل شيء عن طريق مؤتمرها الصحفي، فلا يمكن ان ناخذ او نصرح باسم وزير الصحه وباسم الوزاره، وهذا شيء ما نذكر في المؤتمر الصحفي، وهذا شيء جدا مهم. من ناحيه ثانيه، القطيرات التنفسيه دكتور نزار فصل كثيرا، اللي اسمها الدروبلتس، اللي هي يكون فيها رذاذ تنفسي، المسافة تكون أقل من متر، ويكون الشخص عنده أعراض وفي حميمية علشان ينقل لك هذا المرض. المرض لا ينتقل عن طريق الهواء. هناك أمراض أخرى تنتقل عن طريق الهواء، والهواء يخوف لأن ترى على أمتار ممكن ينتقل. الفيروس الجديد لا ينتقل عن طريق الهواء، لو انتقل عن طريق الهواء كان شفنا أعداد مهولة من الإصابة بهذا الفيروس. وأظن دكتور نزار راح ممكن يفصل في هذا الموضوع عن مرض العقنقز، وكذلك عن مرض الحصبة الذي ينتقل عن طريق الهواء، ومختلف جدا في طريقة إصابته عن طريقة الإصابة بالكورونا المستجد. لازم يكون فيه، لكي تصاب بالكورونا المستجد لازم تخالط شخص في أعراض. أحيانا أيضا الأبحاث تقول أيضا اللي ما عنده أعراض ممكن ينقل لك، بس لازم يكون في حميمية، متى مسافة متر بينك وبينه، ويكون مثلا يعطس عليك أو تشاركه في الرذاذ المتطاير منه أو أمر حميمي وما شابه. طيب دكتور نزار، بتعليقك أيضا في دراسة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن في الصين، ما أدري إذا تابعت الخبر هذا ولا، أنه كان في الصين رجل مصاب بفيروس كورونا، نشر هذا الفيروس إلى 9 أشخاص كانوا راكبين معاه في نفس الباص، وضحيتين من اللي انتقلت لهم العدوى كانوا جالسين على بعد تقريبا 4 أمتار 4.5 أمتار. وفي مريض تقريبا بعد ما خرج من الباص ب30 دقيقة تقريبا أيضا أصيب بالكورونا، واللي كانوا داخل الباص ولابسين الكمام ما انتقلت لهم العدوى. تعليقك على هالكلام دكتور نزار. والله أنا يا غالي أبغى أكد على إنه في أشياء كثيرة إحنا راح نسمعها، أوعدك راح نسمعها في الديلي ميرور، وراح نسمعها في CNN، وراح نسمعها في BBC. ما أحد يقدر يأكد هذه. الآن الحكايات مجرد حكايات، كأني أنا أحكيك فيلم. إحنا نعرف الأمراض هذه، نعرف الفيروسات هذه، وأوعدك يعني أنا مثلا أضرب مثال دائما للناس اللي يسألوني، أقول تفتكروا أيامها زي ما كان يقول دكتور محمد هذا العنقنقز ولا العنقز مثلا اللي عندنا ولا الحصبة. كانوا الناس زمان، أهلي مثلا يقوم إذا جات شو اسمه جدتي أحد من الأولاد جالوا العنقز، تقوم تقول جيبوا بقية الأولاد بس يجلسوا مع بعض هذا الليلة إن شاء الله كلهم خلاص ينتقل، يصير يجي لهم وهم صغار. هذا ينتقل في الهواء جدا سريع، فإحنا نعرف الأشياء اللي تنتقل في الهواء قديش. في مثلا من البكتيريا، في البكتيريا حقة الدرن أو السل، إيوة هذه تنتقل بسرعة. أنا أوعدك يجلسوا في الباص، الباص كله ينعد. إحنا نعرف يعني إيش هواء، شايفين هذه الجراثيم، هذه الأشياء جدا الناس درسوها. ما نقدر نقول إيوة ولا لا. أنت لما تقول للباص انتقل لأربعة وكان، لا هي الدليل مين اللي قالت الباص انتقل، كانوا لابسين ماسكات، هذه حكاية متناقلة عن حكاية عن حكاية، لأنه الآن في ناس تبحث كثير عن الإثارة.
لكن طيب يا هو طيب دكتور دكتور نزار بس انا اختصارا للوقت ايضا وحاب استفيد اكثر من وجودك معي في اللقاء من خلال عملك في هذا المجال، افضل طريقه مبسطه باختصار للوقايه ولتعقيم الاسطح شنو ممكن تكون؟ غسل يدك ثم غسل يدك ثم غسل يدك قبل ما تعقم الاسطح. بس افتكر انه الان الماء هو بإذن الله الحامي بعد إرادة الله لأي شيء. يا أخي لما يدوني سيناريو يقولوا السطح أنا لمسته، يقولوا والله أنت ما أنت عارف يمكن التليفون لمسته، يمكن كنت خارج في البقالة ولمست الباب، يمكن واحد شخص مصاب وعطس وجاء في الكيس. أنا دائما أبسط لهم بكل بساطة، الفيروس لازم يجي على يدك على أصبعك، وما ينفع انك انت تقول والله كذا حطيت اصبعي هنا وقام انتقل لي الفيروس من اصبعي اصلا اللي كان فيه. نسيت، الناس يقولوا لي انا انسى اغسل يدي، اقوم احط اصبعي كذا، احط اصبعي كذا، احط يدي كذا. طيب هذه كلها ما تنقل، لازم انك تحط اصبعك جوا فمك، انت تحتاج تحط اصبعك داخل انفك. وما هو معقول انك تقول لي انك انت كنت في غيبوبه، دخلت اصبعك دخلت يدك كلها جوا فمك وانت ما كنت. وقت ما تيجي تدخلها غسل يدك. طيب. وقت ما تيجي تحط اصبعك في انفك حط منديل، اعطس في منديل. لما تحط يدك في عينك، لا احد يقول لي يقول انا احط يدي على جفني، يدك على جفنك ما تنقل، لازم انت تفضل تحك عينك. قبل ما تحك عينك غسل يدك. طيب. ما راح طيب. يصير فيك ان شاء الله اي شاء. حاجه إن شاء الله. لازم نفتكر انه الفيروس ما هو منتشر في الكويت لدرجه انه على كل سطح وعلى كل. احنا طبعا بالمناسبه مو قاعد نتكلم فقط عن الكويت دكتور نزار، احنا قاعد نتكلم عن 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 منطقه الخليج كلها، عن عن الدول العربيه، عن منطقتنا كلها قاعد نتكلم عنها. لكن انا خليني ايضا بشكل سريع لان داهمني الوقت انتقل الى الدكتور محمد. سؤالي الاخير لك دكتور محمد جمال، تاثير هذا البحث اللي نشر اليوم على الطاقم الطبي وكيفيه التعامل مع الحالات المصابه، باختصار تعليقك على هذا؟ طبعا الطاقم الطبي لازم يكون حذر جدا، لان بالسارز الاول اللي صار سنه 2003 في كندا 40% من المصابين بالسارز الاول كانوا من الطاقم الطبي، واللي كانوا في الصين 22% من الطاقم الطبي يصيبوا بالسارز الاول. فلازم يكون في حذر شديد، ولازم يكونون لابسين اللبس الكامل اللي هو البي بي اي، فيلبس الجاون، يلبس الجلوفز دبل جلوفز، حتى مرتين يلبس القفازات، ويلبس القناع اللي هو N95، خصوصا أثناء إجراء العمليات التي قد تؤدي إلى تطاير الرذاذ، مثل وضع الأنابيب أو غسيل الكلى أو ما شابه. فبالتالي العمليات التي يتم فيها زيادة تزايد الرذاذ، هني الطاقم الطبي لازم يكون حذر جدا، لأن الطاقم الطبي معرض جدا لهذه المسألة. ومثل ما قال أخوي الدكتور نزار، أن إحنا الأطباء لو فعلا كان ينتقل عن طريق الهواء إحنا أول ناس نحذر منه، لأن إحنا أخطر ناس ممكن ينتقل لنا الأطباء والطاقم الطبي بشكل عام، ينتقل لنا هذا الفيروس عن طريق الهواء، فحتما لا ينتقل عن طريق أروح الهواء. أرجع مرة ثانية إلى دكتور نزار. سؤال الأخير دكتور نزار، موضوع الآن المطاعم هي تسكرت في 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 الكثير من الدول، فصار اعتماد الأسر والعوائل على خدمة الهوم ديليفري، على توصيل الأكل. في طريقة معينة نتعامل فيها نثقف فيها أسرنا وعيالنا لكيفية التواصل مع خدمة الهوم ديليفري اللي توصلنا للبيت باختصار شديد إذا ممكن؟ باختصار شديد، إذا أخذت الهوم ديليفري بعد ما تفتح الأكل غسل يدك بعدين أبدأ أكل، انتهى الموضوع. طيب كل شكر لك دكتور نزار باهبري من جدة والدكتور محمد جمال من الكويت، كل شكر لكم. وصلت وياكم إلى الختام. من المملكة العربية السعودية دكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية في مستشفى الدكتور فقيه في جدة، ومن الكويت دكتور محمد جمال الأستاذ المشارك في كلية الطب جامعة الكويت، كل الشكر لكم. وقبل أختم حلقة اليوم حبيت أكد متابعينا الكرام على أن الموضوع موضوع كورونا ترى ما هو بسيط ولا هو سهل، وترى لازلنا في البدايات، ما نبي نخرع أحد، بس مهم 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 أن الكل يتعامل مع هذا الفيروس بجدية أكبر. ونأكد من جديد على ما ذهبت لمنظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة الكويتية بأن أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا هو البقاء في المنزل.
والابتعاد عن التجمعات. الله يحفظكم ويبعد الشر عنكم. في أمان الله.